دي كده ملاهي بسيطة على البحر، حاجات ترفيهية. في طبعا في مارينا فيها اكوا بارك. ومساء الخير عليكم حبايب، اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. دلوقتي انا لسه مخلص حلقه بتاعت الحدود الجزائريه المغربيه او المغربيه الجزائريه اللي في بالاجراف هنا. جاي بقى اوريكم الاجواء الجميله في الكورنيش السعيديه اللي عجبتني امبارح اول ما وصلت، بس ما لحقتش اصورها. تعالوا نشوفها مع بعض، يلا بينا. انا هنا كده على الممشى، ممشى السعيدية. في قدام المطاعم والكافيهات هقولها لكم، بس تعالوا كده نخش نشوف البحر مع بعض، الشط يعني. ده احدى شواطئ السعيدية. تخيلوا الشاطئ ده ممتد هناك، هو ده كده في المغرب، وبقية الشط في الجزائر. يعني اللي احنا شايفينه هناك دي كده الجزائر، يعني شط واحد وبتتقاسمه دولتين. الشاطئ كبير وحلو ورملته حلوة. البحر جميل والشاطئ جميل في السعيدية، بس انا منزلتش، مكنتش انزل. في مباني بس مش واضحة لكم، مباني هناك اهو. الشاطئ اللي هناك دي كده الجزائر يا جماعة، مدينة بروسي. بروسي والله حلوة، ممكن اعوم من هنا اتوه الاقي نفسي بقيت في الجزائر، المية تاخدني لهناك. يلا بينا نكمل الكورنيش. دي كده يا جماعة الساحة، في هنا ايجار اللي هي الموتوسيكلات الكهربائية اللي عايز يتمشى بيها على الكورنيش يعني. عصائر كريبات، كريب. اجواء الصيف بقى جميله طبعا، من ساعتين ما تلاقيش الناس دي كلها، كل دول بقى بعد ما يخلصوا البحر ويخلصوا غدا وكده تبدا بقى الناس تنزل هنا. البلول ده ولا اسمه ايه، حلزون. يلا بينا. نزلت الأنشطة في الساحة الكبيرة دي، كل واحد ماشي. حتى في هنا سندوتشات الكاران اللي هي في وجدة دي. تعالوا بقى نعدي الناحية التانية نشوف المطاعم والكافيهات. المطاعم
مطعم جنب الشط. في بقى مطاعم وكافيهات فخمة بقى قابلنا قدام. يلا بينا. يلا بالكم يا جماعة، بالنسبة لليوتيوبرز يعني بيفتقد كتير قوي من المتعة في سبيل ان هو يقدم محتوى كويس او ينقل لكم الصورة في احسن وضع يعني، فهمتوني؟ يعني مثلا دلوقتي اللي عاجبني قوي جو البحر وكده والقعدات دي، بس مش لاقي وقت اقعد، عمال اصور للناس الحاجات اللي طلبوها مني. دي اهو عديت الناحيه الثانيه من البحر، يعني كل شويه خطوتين تلاقي ساحه. اشوفه هنا لوحات فنية وحاجات جميلة، ممكن يعمل لك اسم. شفشاون دي يعني لو حد راح عند البيت في مصر يلاقي حاطط على باب المدخل الباب عندي، اول ما تدخل تلاقي فيه البرواز بتاع شفشاون. معروضات فنية فن التشكيلي يعني اصيله حلوه قوي. يلا بينا نكمل نعدي الناحية التانية. طول الطريق مطاعم وكافيهات. والناحية التانية المقاهي. والله حرام الجو ده كله بعد ساعتين، يعني بعد ساعة هيقفل الساعة 9 الحاجة. المفروض المصايف يا جماعه تبقى مفتوحه بعد الساعه 3 الفجر 4 الفجر. يلا ربنا يزيح الوباء ده من علينا. طبعا لو تلاحظوا عجباني قوي اعمله الاناره دي اللي هو بتدي ضوء منخفض، عاملينها اللي هي تدي ضوء هادي بالليل. يعني شوف ما فيش اللمبه فوق، النور بتبقى طالع من البتاع الزرقاء دي تهبط في اللي فوق تدي الإضاءة بقى، فتديك إضاءة هادية. دي موجودة في شوارع السعودية، حاجة حلوة أوي. شوف المطعم ده وجماله. طبعا كل دول بيشتغلوا في الصيف، بقية السنة بتبقى الدنيا هادية يعني، زي ما شفنا في مرتيل. يعني مرتيل كانت الكراسي فاضية كلها، يعني انا رحت في شهر واحد.
يلا بينا. أجواء جميلة في الكافيهات والمطاعم طول الطريق، يعني حتى الحلقة بتاعت شوارع السعادية دي صورت الطريق ده كله وانا حاطط الكاميرا على الكاس، يعني كانت ما شاء الله بقى الطريق ده لآخره كله كافيهات. انا كده خلاص بقى قربت من الفندق زي ما انتوا شايفين كده، طول الطريق بقى مكمل معانا الكافيه ده، الكافيه كافالي لونه ابيض الجميل ده. كده بقى احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا ونهاية حلقات السعادية، صورت لكم فيها اربع حلقات يعني على قد ما اقدر اجتهدت، لان ما عدتش فيها غير يومين او يعتبر يوم، يعني انا جيت اليوم اللي وصلت فيه ما صورتش حاجة. اشوفكم بقى ان شاء الله في الرحلة اللي جاية في الناظور حبايبي، ومساء الفل عليكم، ما تنساش بقى تدوسوا لايك لو عجبتك الحلقة.